شوف، حدث اليوم هو متمثل في عرض أضخم كتاب في العالم، الأول من نوعه في الجزائر، طبق لموسوعة جينيس الأرقام القياسية. نقدر نقول أنه عدد صفحات الكتاب هو 15116 صفحة، طول الكتاب 80 سنتيمتر. تواصلت مع موسوعة جينيس الأرقام القياسية وتم تصنيف الكتاب على أنه هو أضخم كتاب غير منشور. الكتاب صنف في موسوعة جينيس الأرقام القياسية كأضخم كتاب غير منشور في العالم. بقيت الشهادة فقط بعد أن نقوم اليوم بعد الكتاب، صفحات الكتاب، فهي الموسوعة تريد أن تتأكد أن هناك عدد صفحات ممتلئ، أن الكتاب موجود فعلا بحضور الناس، أنه طوله يتم قياس طوله بحضور محضر قضائي 80 سنتيمتر، 15116 صفحة، وفي أكثر من 350 ألف حكمة ومقولة وعبرة ونصيحة.